حتى للتسعة كما قلنا. دونك مش حكيو على بطولة وطنية ترشيحية للبطولة العربية المفتوحة للروبوت بتونس، باش ناخذ أكثر تفاصيل. معنا بالتليفون محمد الغور. صباح النور محمد على الإكسبريس اف ام. صباح النور سي أسامة، صباح النور لجميع المستمعين إكسبريس اف ام. يعيشك بارك الله فيك. خلينا نفهموا الكونسيبت كامل نتاع المنافسات هذه في البطولة الوطنية اللي كما قلنا هي ترشيحية للبطولة العربية. صحيح، هي إن شاء الله نهار 7 جانفي مش تكون النسخة الثانية نتاع البطولة الوطنية المفتوحة للروبوتات، مش تقام إن شاء الله في ياسمين حمامات. البطولة هذه اللي مش يفوزوا فيها المراتب الأولى مش يكونوا ممثلين لتونس إن شاء الله في البطولة العربية اللي مش تقام في الأردن من الأسبوع الأول في مارس 2024 إن شاء الله. إن شاء الله. كيفاش تصير المنافسات هذه؟ المسابقات هي عبارة على 3 مسابقات، كل مسابقة فيها المبتدئ والتحدي. المسابقات هذوما هما فما جمع الكرات، فما تتبع الخط، وفما السومو. هما عبارة على منظار فيه تحدي معين، والفرق تحاول باش تقوم بالتحدي هذاك. واضح. التحدي كما قلنا فيه 3 أصناف دونك لهنا، هما 3 مسابقات وكل مسابقة فيها 2 أصناف. كيفاش تصير العملية نتاع المسابقة؟ خاطر وين نحكيو على الروبوتيك واللي روبو، ديما معناتها الإنسان يبدا معناتها يتسائل على كيفية تصير المنافسة هذه، هل بالنقاط، شنو تصير بالضبط، هل فما لجنة تحكيم، كيفاش تصير، كيفاش نقولوا معناتها إيكيب، معناتها نقولوا احنا ولا كلوب ولا نادي ربح في المسابقة هذه وإلا ما ربحش. هو صناع مع الشراكه كيما عملناه مع الكلوب دي اس اي، هما اللي مش يكونوا يمثلوا لجنه التحكيم اللي في المسابقه. حبينا لي فيتور ديريجون في الانفورماتيك يكونوا مع الموجودين تو مع الكلوب دي اس اي. التقييم نتاع كل فريق يصير على مراحل، فما المرحله اللي هو مش نقيمه البرمجه نتاع الروبوت. فما المرحله نتاع التصميم، يعني الروبوت فيه قواعد، شنو اللي لازم يتحط، قداش الكبر، قداش العلو، شنو هما لي بيس اللي موجودين في وسط الروبوت. هذاك في التصميم. وبعد فما التحدي اللي هو يصير بالوقت، قداش عنده وقت باش يكمل التحدي الكل. هذا كيفاش التقييم. فما جري ديفالياسيون تكون عند لي جوري، هما اللي يعطيو لي نوت في الاخر بالكل. واضح. تقريبا قداش عندنا من نادي نتاع روبوت في تونس؟ اكثر من 30 نادي عمناول كانوا عندنا 2 نوادي كهو، عمناول كانت النسخه الاولى، فتنا تو 30 نادي. فما طلبات اخرين، اما الانسكريبسيون تسكرت فتره، لازمنا تحضيرات ولازم المناظير يكونوا حاضرين، برشا تحضيرات لوجيستيك كامل مش نخليوها محلوله برشا. تعتبروا رقم مهم 30 نادي؟ مهم للغايه. احنا النسخه هذه هي النسخه الثانيه في تونس. الجامعه العربيه بدات النسخ بتاع البطوله هذه من 2002. احنا تو وين بدينا دخلنا في المسابقات هذوما. من عمناول 2 نوادي، اكثر من 30 نادي يمثلوا نابل وتونس، قليبيا، منوبه، زغوان، قروان، بنزرت، يتسمى عدد باهي، وان شاء الله عام الجاي يكون ما اكثر. واضح. الذكاء الاصطناعي مرتبط بيها بيان سور، يعني خاطر هما اللي يستعملوا فيه الروبوت هو الروبوت ايديوكاتيف، يعني مش تلقى في وسطه فما مثلا فما ديكابتور، فما لي كاميرا اللي يخدموا بالانتليجنس ارتيفيسيال، وفما حتى البروجرام اللي هو في وسط الروبوت كيفاش مش يتحكموا فيه، فما بارتي منه في الانتليجنس ارتيفيسيال. بالطبيعه من الاعمار اللي هما من 12 حتى 18 سنه، فما هذوما اكثر الاعمار اللي هما مهتمين بهم. واضح. محمد، اخرنا احنا في تونس انه يكون المجال هذايا معناتها فيه منافسات، فيه كما قلت انت بطوله وطنيه، ترشيحات لبطوله عربيه، بطولات عالميه. التوندونس نتاع الروبوتيك بدا عنده مده، لكن صحيح في السنوات الاخرانيه قاعدين نشوفوا في حركيه كبيره برشا في بلادنا. هنا سؤال، تاخرنا بدخول المجال هذايا في منافسات بالمقارنه مع بقيه الدول، سورتو الدول الاسيويه ولا الاوروبيه؟ شوف، احنا من
تأخرنا ما مش برشا، خاطر التونسي معروف بالذكاء نتاعو، معروف باللي هو ينجم يعمل انوفاسيون ونجمو نخلطو على الركب. ما تأخرناش برشا، أما علاش شنو هما الصعوبات اللي موجودين للنوادي وخاصة للصغيرات؟ الصعوبات هي الأغلبية مادية، يعني الروبوتات والماتريال اللي نستعملوا فيه في النوادي غالي برشا على 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 الجيب التونسي. على ذاك ما تقريبا توقفش قداش برشا، يتكلف محمد؟ يتكلف ما بين 1,800,000 حتى تكشي الزملاء 200 الكيت ما يجمو يخدموا عليه، كان اربع من الناس، والاربع من الناس هذايا لازم يقعد ريزرفي ليهم هما، خاطر هما مش يعملوا الكونسيبسيون، هما اللي مش يخدموه الكله، يعني يخدم ويخليه يرجع له للسيونس اللي بعد، ومعاه معاه الاورديناتور بيان سور. اي مع الاورديناتور ديجا هذيك يعني معناتها كل داخله في اربع من امكانياته. الناس لازم انفستيسمون بتاع قرابه 4 ملايين وين هكيكا. وين 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 معناتها يتقدموا في معناتها في العمر والا في التجربه وغيره، وين الامكانيات تزيد بيان سور. يعطيك الصحة، كما من الأول يجب يكونوا يخدموا أربعة، بعد مشغولي كل جهن لازم يكون عنده الروبو نتاعه هو. ما تصورش معناتها باش تقعد ديما ما بين اربع من الناس وربوك هاو. لا لا ما تنجمش، هو بعد حتى يعني كيف نوصلوا لعمر 19 وال20 سنة، فما مسابقات أخرين اليوم الابتكار. هذوما لي جون هما اللي يخلقوا الروبوات نتاعهم، يعني ما عادش يستعمل لي روبو ايدوكاتيف، يعني هو اللي يعمل بروغراماسيون، هو اللي يخلق لي كارت الكترونيك نتاعه، هو اللي يستعمل لي كومبوزون، يعني الروبو كله يخدم وحده. لهنا باش هو الروبو يخدم وحده، فما لي كومبوزون اللي مش يشريهم، اما زاد فما خدمه كامله مش يخدمها هو، يعني مش يكون ديدي لي هو، فما كوان ريزيرفي لي هو باش يخدم فيه. واضح. حكينا على البطولة العربية، باش تصير في الأردن إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة الأولانية في مارس إن شاء الله. عملناه اللي مشينا مثلنا تونس ب 62 شخص، يعني 62 صغير شاركنا في البطولات في قطر. السنة إن شاء الله مش نكونوا الأعداد، إن شاء الله نكونوا أكثر، وباش نمشيو نمثلوا إن شاء الله تونس في الأردن، إن شاء الله نجيبوا جوائز أكثر من عامنا. ان شاء الله ان شاء الله. من هنا ما نعرفش كان عندك فكره على انه الدول العربيه معناتها تحسهم معناتها متقدمين برشا في المجال هذا. نربطوا ديما بالامكانيات، الدول الخليجيه احنا عملناه ولمشينا لقطر، شفنا الامكانيات اللي الدوله حطتهم. يعني كيف دخلنا مثلا دي لابو اللي هما دي للصغار، وتشوف النمبر نتاع لي روبو، وتشوف الانفستيسمون اللي هو موجود، شيء رهيب. وفما الاردن، خاطر الاردن من الدول الاولانيين، انا قلت لك يعني اول نسخه جرات عام 2002، يعني 21 سنه التاليه بداتها الاردن، وبعدها تبعوها الخليج، خاطر الخليج فما برشا امكانيات. احنا تو مثلا عملنا اللي ترشحنا البطوله اللي في الصين تجرى، ما لقيناش ديسبونسور باش نجموا نمشي، والسنه ان شاء الله احنا قاعدين نحاولوا باش نهزوا تونس تمثل باربع صغيرات ان شاء الله، نخلطوا نمثلوا تونس في المسابقه اللي في الصين اللي هي مسابقه دوليه. واضح، ديما مشكلة إمكانيات. مشكلة إمكانيات. إن شاء الله بالتوفيق محمد يعطيك لكم الصحة. أنتم في البطولة هذه، بطولة ترشيحية كما قلت أنت، بطولة وطنية ترشيحية للبطولة العربية في الأردن، وإن شاء الله تتوفر الإمكانيات، خاطر ماك تعرف اليوم أصبحنا في عصر تكنولوجي، عصر الروبوت، عصر الذكاء الاصطناعي، اللي لازم مع الذكاء البشري لازم زاد إمكانيات تتوفر له باش تكون فما نجاحات، معناتها سواء على النطاق الوطني وإلا الدولي. شكرا لك، بارك الله فيك محمد الغول. عايشك، يعطيكم الف صحة. يعيشك. الممثل الرسمي للجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بتونس. على كل هذه التفاصيل رجعنا معكم.